شهد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إتيدا وشركتي سينوبيسيس وإش اس اي فيجن للتوسع في أنشطة تصدير خدمات تصميم الإلكترونيات وأشباه الموصلات والأنظمة المدمجة انطلاقا من مصر. يأتي ذلك تماشيا مع المبادرة الوطنية مصر تصنع الإلكترونيات، حيث تنص مذكرة التفاهم على خلق 500 فرصة عمل جديدة للشباب المصري من الكفاءات المتخصصة خلال السنوات الثلاثة القادمة.